يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل معنى ذلك أن الحديد قد نزل من السماء؟ لا يا أخي، الإنزال أنواع: إنزال من السماء، وإنزال من الجبال والمرتفعات، وإنزال من أصلاب الفحول، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أجل الأنعام نزل من السماء؟ لا، انزلها من ظهور الفحول في أرحام الإناث. فالإنزال يختلف ويتنوع. نعم.